فيه العموميه ديال المنتجات الغريبيه استغلال المرافق. هناك النقطه المدرجه مصادقه على تعديل دفتر التحملات الخاصه بغابه الليبيكا هذه القوقبيله السيستيك لنا شرابه. الطلب اللي قدم المعني بالامر تقدم بطلب يهم الاشغال الملك العمومي. اذا حنا واحد مجموعه خلطه ديال اذا حنا علاش كنت طرحت السؤال الاستثنائي الصفقه اللي دارت الا كانت دارت ما فعلنيش الا كانت دارت الصفقه واش دارت الصفقه. انا شوف تدبير المرافق هو طالب الاشغال الاشغال شيء على داك الشيء في القانون في الديباجه ديال التحملات كيشيروا للظهير ديال 30 الربع 1918 المتعلق بالاحتلال الملك العمومي. إذن هذاك الشيء ما كيطلبش الاحتلال الملك العمومي، الاحتلال الملك العمومي كيكون خاوي وهو كيبني فيه المنشآت. هذيك مرافق هو دخل إذن على داك الشيء طرحت أنا السؤال باش نعرف حتى النقاش ديالنا يكون بني، واش تعمل في إطار تدبير المرافق العمومية أو حسب الطلب اللي عمل. دابا حنا راه ما عارفينش على داك الشيء دابا النقاش ديالنا تيكون كياخذ هذا المنحة. ثانيا السيد الرئيس هاد السيد ملي دفتر التحملات كيفاش نكونوا غير موضوعيين نص دقيقه نكونوا غير موضوعيين حنا كنزيدوه الملاعين وكنحددوا له الثمن ب 100 درهم المقابله ولكن الثمن ديالو ديال الصفقه اللي خدا بها الصفقه هو بقى ثمن ثابت ما يمكنش كتزيد وما كتزيدش هنا وكتزيد هنا. ثانيا هذه